السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. ان شاء الله تكونوا فوتوا العيد لاباس وما بعد العيد ثاني. وقولوا لي اسكو رجعتوا للغيتم تاعكم العادي؟ انا مازال راني نرجع بشويه، على بها ما حطيتش فيديوهات، يعني ما عرفتش واش نحط في هذه الفتره. اللي عندها اقتراح تحطه لي في التعليق، هكا باه تعاونوني ندير لكم حوايج تحبوها نتوما احسن. وهكا انا نحب ندير الحوايج اللي تبغيوها نتوما، ماشي الحوايج اللي نبغيها انا في الفيديوهات. المهم اليوم راح نديرو طبق هايل بزاف وسهل وخفيف، يعني ما يديش الوقت خلاص. كما راكم تشوفوا بالبطاطا وصدر الدجاج، هنا عندي نصف صدر دجاج وعندي حبتين يكونوا كبار تاع البطاطا. تبعوا معايا الطريقه. اولا راح نقص البطاطا مكعبات صغيره ونحطها تغلي في الماء. هنا عندي ماء يغلي، ملحته فقط، درت غير الملح وحطيت البطاطا. راح نطيبها نص تياب، يعني تقريبا مدة 10 دقائق ولا 15 دقيقة. درك راح نقص صدر الدجاج مكعبات صغيرة. بعد ما قصيت الدجاج تاعي راح نحطه في مقلة مع شوية زيت الزيتون ونقليه. هنا بعد ما يبدا يتقلى الدجاج تاعي نزيدو التوابل. عندي الملح، اعشاب عطرية، فلفل اسود، زنجبيل وراس الحانوت، ونزيدوا شوية ثوم ونخليهم يكملوا يتقلاو. هنا الدجاج تاعي راهو طاب، درك نزيد له البطاطا اللي طيبناها، وهنا راح نزيد شويه زيتون مقطع وشويه فخوماج، يعني النوع اللي تحبوه. هذه المرحله اختياريه. هنا نخلطوا كل المكونات مع بعضها، وتقدروا تغيروا يعني في المكونات، تقدروا تزيدوا الطماطم، تقدروا تزيدوا الخضر اللي تحبوها. انا راح نخلي كلش هنايا في المقلة، لانه المقلة تاعي تدخل للفرن، يعني نحيت لها هذا وتدخل للفرن عادي. انتوما لوحوا كلش في بلا يدخل للفرن، ولا تقدروا ما تخليوه في المقلة، وكملوا معايا باقي المكونات. وهنا عندي شويه جبن الموزاريلا، هنا تقدروا ديروا فخوماج غابي في بلاست هذا، مولف ندير له فخوماج غابي، ولكن كعاد عندي راح ندير هذا الفخوماج. وفي الاخير نزيدو لا كريم فريش. انا راح ندخله مباشره للفرن. كيما قلت لكم تقدروا تخليوه في المقله وتحطوه على نار هادئه حتى تخثر لا كريم هذيك، ولا ديروه في بلا يدخل للفرن. وثاني الموزاريلا نعوضوها بالفخوماج غابي. وهنا طبق سهل وخفيف ويحضر يعني في دقائق، ندخله للفرن وبعد نتلاقاو باش تشوفوا في صحن التقديم. نتمنى يكون عجبكم هذا الطبق، ونتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفة سهلة وخفيفة وبنينة في نفس الوقت، بنينة بزاف بزاف. ان شاء الله تجربوها، واذا جربتوها ما تنساوش تقولولي في التعليق، وما تنساوش تشجعوني باللايكات
ولي ما اشتركوش في القناة مرحبا بكم، ضغطوا على الجرس هكا يلحقكم دائما كل الجديد. وإذا تحبوا تشوفوا فيديو معينة ولا موضوع معين في قناتي خليولي في التعليق. أنا نخليكم ونتلاقاو في فيديو أخرى إن شاء الله.